لازم ندير بالنا منيح وما نضغط على مريم، ما بدنا اياها تعرف شيء. مزبوط، من غير شيء هي اعصابها تعبانه وردت فعلها مو مضمونه. طيب بركي رجعت وحكيت مع فاطمه وعرفت منها شيء، وقتها شو بنساوي؟ ما بنسمح لها تحكي معها من الاساس منير. عثمان بدي روح ابني. يلا ماما جايه. تصبحوا على خير. وانت بخير. انت بقيان ولا رايح؟ بقيان. تصبحوا على خير لكان. سلم. عثمان؟ ايه؟ ما لازم تعرف فيسان عن اللي صار. اذا عرفت انه مصطفى هو يلي اول سليم وكان قاصد، ما حدا بيعرف شو ممكن تساوي. ما تشيل هم. انا بستأذن. احمدي ربك برئت على خير. تصبح على خير. ايه اختي، انا بدي استأذن منك حاجة بقى. لا تبكي، الله يخلي لي اياكي. بيسان سليم بده حدا يراعي منيح هالفترة، كلياتنا لازم ندير بالنا عليه. وانت خليكي قوية اختي. ضلي بخير حبيبتي. تسلمي. بردانة؟ شوفكن بكرة. أنا نازل لتحت شوي وبرجع. عثمان قلتلك شوي وبرجع، روحي نامي أنت. ماشي، تصبح على خير. وأنت من أهله. حسينا عليكم لما فتوا. سليم بيك كيفو؟ منيح. هدول اغراضنا ضبيناهم. ليش مستعجلين كل هالقد؟ قلنا لحالنا بما انه روحتنا مأكدة منضب اغراضنا احسن ما لنا. مصطفى وينه؟ حكانا من شوي وقال لا تستنوني، رح اتأخر. لكان ارتاحوا انتوا، بتكونوا تعبتوا من الشغل. الله يخليك، كلك زوج. عن اذنكم. اذنك معك يا ابني. شكله رايق ما؟ إن شاء الله على طول. بس لو أعرف شو صاير بينه وبين مصطفى كنت ارتحت. أوف، لوين بيكون راح هذا التاني؟ ما بيعرف إنه عم نستناه. طيب لوين ما راح بده يرجع؟ شو بده يتركنا هون يعني؟ تعي هلأ خلينا ننام، تأخر الوقت. رجوان هاي مرام. الو حبيبتي، كنتي نايمة؟ لا لسه، يا دوبنا حطينا حالنا بالتخت. اليوم كان عنا شغل كتير، قصص وسيار. تعرفي انتي بنتي شو اخباركن؟ بابا كيفه؟ مناح. انتو كيفكن؟ وصلتوا؟ ان شاء الله عجبك الاوتيل يلي نزلتوا فيه. اوتيل؟ امي نحنا ما رحنا لمحل. ليش؟ مرام شو بكي بنتي؟ شو صاير معك؟ شو في؟ ليش لسه ما رحتوا؟ الو مرام، صارت معنا مشكله صغيره وما قدرنا نروح. شو يلي صار يا بنتي؟ سليم ضعفان، صار معه نزيف معوي. سليم صاير معه نزيف بالمعده؟ شو؟ امتى صاروا؟ انتم مسافرين يعني؟ لا نحن ما سافرنا من اصله. يا الله منك، وليش ما خبرتونا لهلا؟ كيف؟ طمنيني. هلأ ما في شيء، الحمد لله صار أحسن. ما خبرناكم مشان ما ينشغل بالكم. هلأ أنتوا وين قاعدين؟ رجعنا نحن هلأ ببيت أهله. حالياً ما فينا نروح لمحل أمي، بس ليتحسن منشوف شو منساوي. من الصبح جايين لعندك حبيبتي. لا ما في داعي تعزبي أبي، خليكم مرتاحين، هلأ صار أحسن أمي. بتعرفي أبوكي ما في يجي، بس أنا جاي. كيفه هلأ قوليلي؟ تحسن، تحسن كتير. ما رح صدق لشوف بعيوني. الصبح إن شاء الله أنا عندك. ماشي أمي. Yeah.
بيوم العرس مرضت مرام وهلأ سليم. تقول عينه صابتن رشوان؟ انت روحي بكير، بركي بحاول بلحقك المساء. مرام طلعي فيني. طلعي. مشان هيك أنا كنت رح أخسر ابني، ابني يلي هو أغلى إنسان بهالدنيا. زاد حقدي عليهم وما رح أسمح لهم يدمروا لي حياتي بنوب. رح أكون صريح معك أكثر. صحيح إنه ما بيهون علي فيك ولا بأهلك، بس طالما كنت رح أخسر ابني بسبب عندك وعجرفتك، إن صدقتي القصة أو ما صدقتيها هي مشكلتك وما عدني سائل عنك. هذا قراري. بنتي المشكلة وضعنا ووضعكن حساس وما بيسمح لنا أبداً إنك تلعبي دور البنت الدلوعة. بتظن إنه أنا هلأ عم اتدلع هيك؟ القصة إنه هاي حياتي ومن القصة الأهم هي حياة ابني أنا، وكان رح يخسرها بسبب طيش حضرتك. قدامي أنا وقدام أهلك وأبوكي رح يطلع الحق عليكي. أعرفي كيف تتصرفي، لا تزمي الأمور أكثر مشان ما ينضر حدا. عن إذنك. اجيت لأخذ حبة وجع راس. رح جبلك حبة حياتي.